حبه لله رب العالمين. سهل التستري؟ سهل التستري. من تستر في إيران كان من السلف الصالح من كبار الصالحين، فبي يعني له ابن أخت، فكان يراه يطيل السجود، يعني يصلي العشاء ويبقى ساجدا سجدة إلى الفجر. هذا ما أتكلم عنه في أصحاب المناقب كل يوم، اللي هم سير أعلام النبلاء، يأخذ الليلة كلها في سجدة. والله العظيم كان أبو حنيفة النعمان الليلة كلها في سجدة، سجدة واحدة ما فرحش منها. بيقول له يا خالي، بيسأل خاله يعني، ما علامات قبول السجود؟ فقال له يا ولدي، عندما يسجد الإنسان ولا يريد أن يرفع رأسه، هو مستمتع بهذا، يريد أن يموت على هذه الحالة، فهذا ليس بسجود الجبهة وإنما سجود القلب. فعندما يسجد القلب، القلب ده هو اللي ساجد، فأصبح في حضرة الرب، بيناجي بيناجي، فإذا ما ناجى استشعر أن الله تعالى يستمع إليه الآن، فيستمر في اللذة، يستمر في المتعة، إنها لذة لو يعلم الإنسان قيمتها لتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اللوحة الأخيرة، رغم أن وقتنا كما يشار إلي أو الشك أن ينتهي، تسمية المساجد، وأن المساجد المساجد إنما يعمر مساجد الله. سميت المساجد بالمساجد لأنه تؤدى في المساجد أفضل شعيرة وهي السجود. مساجد أصلها إيه؟ سجد، حنزود لها الميم، اسم مفعل، اسم مكان، بقت سجد، زود لها الميم، مسجد، اسم مفعل يعني. يبقى المسجد الأصل فيه السجود، سجد. ولذا قال تعالى في صفات المؤمنين، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني لا يزداد الإنسان خشوعا إلا بالسجود. ولذا